تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك، نتمنى لكم الف خير وصحه وسلامه وطول عمر في هذا النهار المبارك السعيد اللي هو يوم الرابع من رمضان. اليوم الرابع من رمضان تبارك الله اللي فيه واحد الاجواء مشمسه ورائعه، وتبنيت لكم كامل المغاربه تكونوا فاقين في هذه الوقيته اللي هي العشرة ديال النهار، تكونوا حاضرين، لان علاش الاجواء زوينه ورائعه وكيبغي كل واحد يتمنى يشوفها. خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، حياكم الله، راكم مع الفنان الاعلامي عبد الكريم طريف بوعرفه. تمنيت هذا الفيديو باش كنت غادي نديرو في اول رمضان، ولكن خليت الاجواء على ما تكيفوا مع الاجواء الرمضانيه وتشربوا الحريره وتكونوا يعني مكونسونطرين مزيان باش تفرجوا هذا الفيديو. لان علاش الاجواء الاولى كتكون رمضان شويه صعيبه ومدهشره، ولكن في حال تما كي كيتكيف معها بنادم كيولي باغي رمضان على طول، ماشي غير على داك النهار الاول او الجوج او التساوي. المهم الفنان الاعلامي عبد الكريم طريف كيحيي كل الناس اللي كيعرفوه في جميع انحاء المعمور، واحد واحد ما فيهم تالي. كنحييو مغربنا من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه، وبالمناسبه كنحيي ناس الجنوب. ناس الجنوب يا اخوه يا اخواني، تهلاو فينا واحد تهلاو ما تعرفش كيفاش داير، لان تبارك الله ناس الجود والكرم تبارك الله. وكنشكروا حتى وزاره الثقافه تما وقفت معنا بواحد الطاقه اللي هي مهوله وما قصروش من حقهم، لا لينا ولا الوفد اللي كان مشارك معنا في هذيك المشيه. وكنتمنوا ان شاء الله الخير لهم الامام، لانهم مغاربة ديالنا، وما ننساوش بان الصحراء المغربية كيقولوها حتى هما الصحراء مغربية ابا عن جد، وكيقول لك حنا جدودنا مغاربة، ما كانش اللي غادي يقلعنا على المغرب. حياكم الله رعاكم، ومن هذا المنبر كنرفعوا ايات التبريك والولاء لعاهلنا المفدى، الا وهو جلالة المنصور بالله محمد السادس نصره الله وايده، والاسرة المالكة الكريمة اللي هي منها الامير مولاي الحسن والامير مولاي رشيد. وكنتمنى الاسره العلويه الشريفه ان شاء الله واحد المسار في الرقي والازدهار والغناء. خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، مع الفنان عبد الكريم طريف، وراعيو في الاونه الاخيره ان شاء الله كيفوت رمضان غادي نطلقوا اغاني جديده اللي هي كتعبر عن البلاد وتعبر على بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله اغاني معبره وهادفه ورائعه، وغادي تعجبكم، غادي تعجبكم مزيان، ما غاديش نتخلاو على بلادنا، بالفعل دائما اغاني على بلادنا. حياكم الله ورعاكم. وبالمناسبه غادي نعدي واحد الاغنيه في هذا رمضان، راني مغنيها من قبل بمناسبه رمضان دينيه، غادي نطلقوها ان شاء الله تفرجوا لها حتى هي حاليا. وتبارك الله عليكم، والله يكبر بكم المغاربه، دائما مغاربه، وما نساوش المغاربه المقيمين في الدول الخارجيه اللي هي الدول الاوروبيه، وكذلك الدول اللي هي الخليج، دول الخليج والشرق الاوسط، وكما ما كنساوش حتى الدول الاسكندنافيه. حياكم الله رعاكم، مع الفنان الاعلامي عبد الكريم طريف، وتابعوا معنا دائما، رانا غادي نمشيو معكم الجديد في الجديد الجديد، عمر الجديد ما غادي يسالي، يسالي مع العمر ان شاء الله الا سالات. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، وراكم منورين مغاربه، كنبغيكم كنحبكم خاوتي، تحياتي.